احمد خلينا ندخل بالواقع الزراعي. عين تمر يعني ما شاء الله هي من اسمها اكو شيء زراعه تمر. اي هو شنو مشتهره؟ اكيد النخيل اولا يشتهر من النخيل طبعا. انواع هواي النخيل بالتمر هي اغلبها يعني هسه بعدين نجي على انواع التمور هسه. ايه شنو بعد الانواع اللي الرمان اكثر شيء. الرمان التمر ورمان والحنطه. والحنطه هنا يعني مزارع حنطه مزرعه استراتيجيه هنا. اي مزارع حنطه يعني هسه على طول هسه البريه كلها شوف حنطه. نعم يعني منا واصل السيد احمد بن هاشم هاي كلها حنطه ومنا يعني تقريبا واصله يعني راح توصل كربلاء كلها حنطه هاي زارعيها جيد يعني, يعني خير من الله يعني استراتيجيه ممكن واحد يركز ايضا. أي. على هذا الموضوع رمان قلنا رمان وهسه تفاح ومشمش. نعم بس هسه تفاح ومشمش خلص بعد باقي يمكن الرمان بس هسه اعتماد هسه بس على الرمان وال نعم اكو زراعه خضروات. خضروات موجوده كلها مشتهرين الرقي بطيخ الخيار العطروزي نعم هذا يعني البانيه موجودة. البانيه يمشي البانيه هسه هاي بانيه هسه هاي بانيه مال عين التمر. أي. يعني درجه اولى يعني ليش درجه اولى تختلف عن تختلف البقية؟ عن هذا مميزاته حلوه يعني مثلا انه يعني جسمه لونها حلو ابيض اخضر شويه على بياض فهمتك فيكون ناضجه بالجسم نعم. حتى تكبر واغلى يعني بالسوق تقول مثل شلون نقول متعصي يعني أي. تكبر زين تصير اي نعم من تطبخ تصير يعني شلون يعني طريه جدا يعني تصير اها فشلون ويمكن اكو معلومه اغلى من بقيه المناطق اغلى طبعا اي يعني مثلا اذا تقول هاي 4000 ذيك 2000 مال كربلاء هيك يعني يعني درجه اولى